وتعليقا حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ علاء الرماوي. مرحبا بك معنا أستاذ علاء. في أي سياق تضع تصريحات نتنياهو بأنه سيحتل غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية؟ وللسادة المشاهدين جميعا، أولا إسرائيل هي تحتل الغور الأردن وتفرض منطقة عسكرية مغلقة على أغلب ضواحيه. الاحتلال يتحدث عن ضم، والضم هو شرعنة السلوك الصهيوني من خلال ما يعرف مؤسسات الدولة. معنى ذلك أننا أمام حالة استهداف لأكثر من 30 ألف فلسطيني يتواجدون على تخوم منطقة الغور الأردن. هذا يعني أيضا بالضرورة أن يعيد تركيب العلاقة ما بين الأردن والكيان على قاعدة أن الحدود هي منطقة تتبع للاحتلال الصهيوني، وهذه المنطقة هي منطقة حيوية للفلسطينيين، وهي من تبقى للفلسطيني ليتصل بعالم الخارجي في الضفة الغربية، بمعنى هي الحدود الوحيدة التي يمكن أن تشاطئ الأردن، ويمكن من خلالها أن يعاد الاعتبار الحديث عن دولة في عام 1967، على الرغم من أنه الاحتلال أصلا يسيطر على هذه المناطق. نحن أمام استعراض انتخابي، يحاول نتنياهو أن يستجلب 30 ألف صوت من المستوطنين المتواجدين في منطقة غور الأردن، وبالإضافة إلى ذلك نحن أمام حرب متصلة متواصلة في ظل تواطؤ أمريكي يقبل كل سلوك صهيوني، ويقبل الحديث عن المنطقة الأمنية في منطقة غور الأردن والبحر الميت. هذه المنطقة التي تعد استراتيجيا، يعني عندما نتحدث عن الأغوار نحن نتحدث عن فضاء يمكن أن يمتد إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، إذا اعتبرنا أن الحديث يدور عن كل الأغوار الفلسطينية التي تمتد من مدينة القدس وصولا إلى الأراضي شمالا باتجاه جنين وجنوبا باتجاه مدينة الخليل. نعم أستاذ علاء، يعني كيف ترى رد الرئيس الفلسطيني عباس حول تصريحات نتنياهو؟ ماذا قدم من جديد بتهديده بالانسحاب من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني؟ للأسف أقول بأن الرئيس الفلسطيني أعاد الاعتبار، أعاد هذه الكلمة أكثر من 10 مرات فقط في غضون 6 شهور الماضية. هناك تهديد دائم بالانسحاب من الاتفاقيات، وكأن الاحتلال ليس منسحبا من الاتفاقيات. أنا برأيي هذا عجز تمثله السياسة الرسمية الفلسطينية المنتمية إلى منظمة التحرير، والذي أصبح قالب برنامجها السياسي يقوم على التلويح، وكأننا نجتر النظام العربي الرسمي الذي ما زال يتوعد الكيان على الأقل بردود سواء دبلوماسية أو سياسية. نحن أمام سلطة لم تعد قادرة على فرض معادلة وجودها، ولا للأسف تلبية ما يحتاج المجتمع الفلسطيني من حركة تقاوم السلوك الصهيوني. حتى نواجه سياسة نتنياهو يجب أن يعاد الاعتبار لبرنامج وطني مقاوم، يجب الاعتبار إعادة الاعتبار لمصالحة حقيقية، يجب تأطير الحالة الفلسطينية في مواجهة شعبية متسعة من حدود قطاع غزة وصولا إلى الأراضي المحتلة عام 48. نعم أستاذ علاء، يعني في مقابل كان رد المقاومة في قطاع غزة سريع، برأيك هل ترى في رد المقاومة ردع كافي لما صرح به رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ المقاومة بلا شك أنها كانت تدرس ما الذي كان سيقوله نتنياهو، وقد سرب في الإعلام الصهيوني ماذا سيقول. أنا برأيي أن المقاومة أرسلت رسائل من العيار الثقيل، أرسلت بأنها لن تسمح لنتنياهو بأن يكون مستفردا في الضفة الغربية. أعادت التأكيد على محورية المقاومة المسلحة، وأعادت التأكيد على أن فضاء الكيان إذا مست الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية سيكون مستوطنيها تحت النار. وفعلا الذي جرى بأن نتنياهو فر من المكان، لم يستطع أن يصمد مع المحتشدين على الأقل في بيعته ما بين قوسين أثناء المؤتمر الانتخابي، ثم لم يعد الاعتبار لمسألة القدرة على مواجهة المقاومة بعد على الأقل الهجمات الشكلية التي تمت على قطاع غزة. غزة تشكل معضلة وخارطة مقاومة يمكن التعويل عليها في البرنامج الوطني الفلسطيني. نعم أستاذ علاء، يعني على المستوى العالمي هناك إدانات
عربية وعالمية ضد تصريحات نتنياهو، كيف يمكن أن تستفيد القضية الفلسطينية من هذه الإدانات؟ دعني أقول نحن لدينا على الأقل مواقف دولية كثيرة، لكن هذه المواقف تتراجع بشكل كبير، وأنت تعرف أن هناك بعض الاعترافات من بعض الدول التي تقر للاحتلال الصهيوني عاصمة له في القدس. هذا الموضوع لم يعد كثيرا فلسطينيا يفتح شهيتنا باتجاه أن هناك ما يتحقق للفلسطيني عبر بوابة لا أمم متحدة ولا مجلس تعاون خليجي ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا قمة عربية. نحن ندرك بأن الإسرائيل تؤمن بمنظومة القوة، سيدي حجر في القدس وأكثر من كل خطابات العرب والعالم. ما نريد من العالم والعرب ليس الحديث عبر برامج ولا الحديث من خلال قرارات ولا ترجمة ذلك من خلال وعود بتمويل الشعب الفلسطيني وكأننا جوع. ما نحتاجه هو فعلا وقفة عربية إسلامية صادقة باتجاه المسجد الأقصى والقدس والأراضي الفلسطينية. ما نعول عليه وخروج الجماهير على الأقل لتصويب بوصلة الأمة نحو القدس. نسمعنا بعض المثقفين العرب من السعودية وغيرها الذين على الأقل تطاولوا على مكانة المسجد الأقصى. وأنا أقول الشعوب العربية بما فيها أهلنا في السعودية هم قادرون الآن أن يضغطوا على حكامهم لإعادة ترتيب و إعادة شحذ الأمة في تبعية كاملة لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. نعم، من الضفة الغربية كان معنا المحلل السياسي الفلسطيني علاء الرماوي، شكرا جزيلا لك.